غروف، هذا ما سيمن. رخذين وثلاث غروف ها؟ اي. سيمن 900. 900. حري دوري. حريات. طيب كم عمارة تدري كم؟ عمارها على 5 أشهر. على 5 أشهر. اي. الله يبارك فيك. يبارك لك إن شاء الله. وياك. هذه ما شاء الله مجموعة من التيوس بالسيارة الآن، سامن 770. الله يبارك له. هذه ما شاء الله مجموعة من التيوس مع جفرتين، سامن 730. سوامك نصب على 730. الله يبارك له ان شاء الله يجيب له الزود. هذا مجموعة ما شاء الله من النعيم مع خرفان مع الرخلتين، سامن 1000. الله يبارك له يوسع رزقه ان شاء الله هاليوم وكل يوم ان شاء الله. يعطيك العافية أخوي. يقول عمار على فكرة الرجال يضحن الرجال. هذه تيوس الآن بالسيارة سامن 700، والعنز ما سيمت مع الرجال. الله يبارك له. هذه إجذاعات نعيمي سامن 1380 بالسيارة الآن. الله يبارك له. هذا نجدي خروف رخلي سامن 960. عمارهم تقريبا الرجال يقول 5 شهور. الله يبارك لهم. الجفار على 750. هذول مجموعة من التيوس والجفار، يقول الرجال سمن المجموعة كم الآن؟ 700. 700 والكبار؟ الكبار 750. والكبار يفردون منهن على 750. الله يبارك لهم. هذه ما شاء الله مجموعة من الحرافي نعيمي مع واحد نجدي يسامن 680 مع الدلال. الله يحفظكم ويبارك الرعيهن ان شاء الله. حتى الدلال يسمعهم 680. لا الدلال على ما قال يكرم يستاهل اكثر من كذا. اي نعم. هذه ما شاء الله مجموعة من نعيمي خرفان ومعهن رخلتين ها؟ سامن 910. يقول الرجال ما يضحن. لا ما يضحن. ما يضحن. الله يوفقكم يا راعي الحلال. يبارك لكم. هذه مجموعة من النعيمي 5 خرفان و5 رخاض. كلهن يضحن. سامن 1130 بالسيارة. الله يبارك له. هذه مجموعة من السيارة نعيمي معهن واحد نجدي. سامن كم طال عمرك انه؟ 820 سامن. يقول الرجال ما يضحن. الله يبارك له. طبعا شاة حري معها ولد سام 700 كم طال عمرك؟ 700 ولا حديته؟ تمام. هذه مجموعة من النعيمي خرفان معهن رخلة واحدة ها؟ يسامن 1000. الرجال يقول ما يضحن. الله يبارك له. هذه مجموعة من النعيمي حروفين وواحد رخلة سامن 870. يقول الرجال بعضهم يضحي بعضهم ما بيضحي. الله يوفقه. هذه مجموعة من الحقيقة الحري خرفان ومعنا الخال ها؟ قلنا معنا الخال اخوي. معنا الخال ومعنا خرفان. سامن 930. الرجال يقول ما يضحي طبعا. رجع معه هالبطل ذا وين راح ذا تغبى تحت ها؟ حس طلع ورا يا حس. انا راح هنا ها؟ ايوه اثنين معك من؟ ها؟ اثنين. كم سامت عمرك؟ 450. 450؟ كم عمارة تقدري عنهن؟ هذا لي عمارة على الشهرين. على الشهرين التوس. الله يوفقك. يبارك لك. هذه ما شاء الله مجموعة من الماعز معهن الحقيقة تيس. يقول الرجال كم اللي مع اثنين؟ اثنتين مع اثنين وثلاث على واحد. اثنتين مع احد على اثنين وثلاث مع احد على واحد. كم سامن طال عمرك؟ 1220. 1220 المجموعه. الله يبارك له. يعطيك العافيه. هذه مجموعه من الخرفان النعيمي كلهن يضحن سامن 1320 مع راعين. الله يبارك له.
هذا تيس يساهم الان 970 بالسياره. الله يبارك لهم. مجموعه من النعيمي طبعا خرفان مع خروف واحد والباقي الخال. يساهم كم طال عمرك؟ 270. 1270 كل يضحي نظن. الله يبارك لك. تستاهل يا ابو. الله يوفقهم. هذه برضه مجموعة نعيمي مع واحدة مهجنة كلهن الخال يساهمن 840 يضحن ولا ما يضحن؟ ما يضحن. الله يبارك لك. هذه كلها خرفان نعيمي يضحن ذولي شكلهن أو لا خال. 1340 السوم الآن بالسيارة. الله يبارك له. هذول خرفان كلها حري سامن 1130 للجميع. الجميع واللي يفردون ولا ثلاثة على 60 ولا ثلاثة على 1160. الله الله. يضحن يضحن شرط يضحن. الله يوفقك. طبعا ان التقينا الحقيقه في اكبر سوق لتسويق الاغنام في بريده السطم مع المبدع دائما ابو عزام صاحب ما شاء الله مزايين الاغنام بعنيزه. يا مرحبا. ابدعنا شرفنا والله. اي والله ابدعنا شفناه وحقيقه حضر هذا السوق اليوم. ولا تنسى موعدنا العصر ان شاء الله في سوق بريده. يا رب تستاهل والله. تستاهل ابو عزام. الله يحييك. حقيقه انا نتشرف اليوم. اليوم كل اليوم. يوم ما عدا يوم الجمعه. الله يحييك. عنيزه مرحبا. عنيزه الان من اليوم بيفتحون سوق العصر. خلاص من يعني من يوم السبت اليوم. من السبت انه كل يوم في حراج. كل بعد صلاه العصر ما عدا يوم الجمعه. الله يحييك. في حراج عندكم. إيه. الله يبارك فيك. معلومه طيبه وتدعم الاسواق بالمملكه. الله يوفقك يا ابو. شكرا ابو عزام. يعطيك العافيه. ابداع ما قصرتوا على تغطيتكم اهل الحلال. بيض الله وجيه. الله يوفقك. ما شاء الله التقينا الحقيقه اليوم السبت. اصغر دلال بسوق السبت اليوم في بريده طلال خالد. الله يوفقك. انطيري ونعم بالمطران كلهم ولا يهون باقي القبائل ان شاء الله. طلال تحب الغنم انت؟ ها وش احسن الغنم تحبها؟ الغنم. ايه الغنم اللي تحبها انت وش من الغنم؟ ها تحب الحري ولا تحب المعزه انت مثل الباقيين اللي يحبون المعزه اكثر الشباب الصغار؟ احب الدواغيب. الدواغيب تحبها ودك ان شاء الله كبرت تصير راعي حلال وراعي ها ها ان شاء الله. بي سنه انت ما شاء الله؟ 11 سنه. ما شاء الله عليك. الله يوفقك يخليك لابوك يصلحك ان شاء الله. هذه مجموعه من الخرفان النعيمي سامن 1570 والبيع قريب يقولون. الله يبارك لهم. هذه معزه كل واحده مع ولدين يسامن 1320 كل واحده مع ولدين. الله يبارك له. هذه ما شاء الله مجموعه مهجنه بين عرق. وش قلنا احنا؟ حري ونعيمي. بين عرق حري ونعيمي. اعمارهم تقريبا من الشهرين ونص. يعني تقريبا من شهرين ونص الى ثلاثه. يقول الرجال ما يضحن. يسامن كم طال عمرك الحين؟ يسامن على 6. ثامن على 6. الله يبارك لهم. احد الابطال شبابنا الله يحفظه. هذول جليعات نجديات يسامن بالسياره الان 1100 مع رهين. الله يبارك له. يجيب لها الزود ان شاء الله. مجموع ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله من النعيمي. خمس خرفان خمس رخال واربع طليان. خمس خرفان خمس رخال واربع طليان. يسامن كم قلنا؟ 1050 يضحن قلنا؟ اثنين منها يضحن. اثنين يضحن والباقي ما يضحن ان شاء الله باذن الله. ان الله يوفقه ويرزقه. امين. هذه مجموعه من النعيمي معهم ثلاث ارخال سامن 1120 تقول يضحن انت؟ النص يضحي والنص ما يضحي. الله يبارك لهم. هذه سام 960 والبيع نوقف تتبيع بياع انت يعني. الله يبارك لك. هذه مجموعه من النعيمي اعدادهم 100 سامن 1050 مع الدلال الان. يقول العدد 100 طبعا ابخال وخرفان.
هذا المعزة لدهم 30 سيمن 1020 مع الدلال. المجموع برضه 95 العدد خرفان ورخابة سامن 920 الله يبارك لهم. في شيء يضحي منهن وفي شيء ما يضحي. هذه كلها ديانات متحملة بالأغنام بالجملة. اليوم السبت في مزاد كبير في سوق بريدة العامر بالأغنام. كل هذه ديانات مليانة أغنام يبيعونها بالجملة. هذه المجموعة ذي كلها مسومة 970 خرفان ورخال. يضحن اخوي؟ لا ما يضحن. ما يضحن الرجال يقول ما يضحن. كنا كم العدد حنا؟ 34 العدد. خرفان ورخال يقول الرجال ما يضحن. الله يبارك له. هذه مجموعة برضو من النعيم عددها 35 خرفان ورخال. يقول الرجال ما ندخل بذمتي، بعضهم يضحي بعضهم ما يضحي. الله يبارك لهم. المعزة عدد 28 سامي 730 بالسيارة. المعزة اليوم مع الدلال الله يوفقه ويوفق رعيهم. 730 يقول يوفق رعيهم إن شاء الله. الله يبارك. هذه برضه ديانات مليانة كلها حلال منوع يبيعون هذا الجملة اليوم السبت. الله يبارك لهم وفق الدلالين بعد. يلا كلهم بركة بركة بهالسوق. الرجال هذاك يبي البهم هذاك. ماله عطنا اياه. عطنا اياه تو ما جاك الرجال يقول لك هذاك اللي مع ولده هذاك. كله ما شاء الله. الله يبارك لهم. هذه مجموعة برضو من النعيم العدد 32 خرفان ورخاض يسامن 1000 الآن. يقول بعض اللي يضحي بعض ما يضحي. الله يبارك لهم. هذه مجموعة مهجنة يسامن 700 بالسيارة. هذا 1000 على 1620 سوى مدى ربعان 1620 مع الدلال اللي يبدعنا دائما ثامر رقيبة الله يحفظه. هذا المجموعة جوس وجفار باعنا الدلال ثامر رقيبة 660 باعونا الآن الله يبارك لهم المشتري والبائع. هذه ثلاث سيارات كلها نجدي طبعا. العدد قلنا 68 مع خمس مواليد. ها خمس مواليد 10 مواليد. قل لي سامن كم اخوي؟ 1020 سامن الان بالسياره. ثلاث سيارات الان الله يبارك لهم. مع الدلال المبدع ثامر أبو قيبة اللي يسوق على السيارات. ثلاث سيارات كلها نجدي معهن 10 مواليد والباقي ما معهن شيء. كلها جذع. كمية كبيرة من نجدي اليوم بالسوق السبت.
كمية كبيرة من اليوم بالسبت بالسوق موجودة. السيارات كلها ما شاء الله نجدية. الله يبارك لهم. هذه معزة مع الدلال المميز ببريدة وبعنيزة في كل مكان. إبراهيم السدراني الله يوفقه ويرزقه دايم. يسام من كم إبراهيم؟ 370. معزة عارضي ها؟ إيه عارضي. ولا حد دهن؟ والله إنه ما ها؟ كنا نبحر شوي بس. الله يوفقك. اليوم السبت صباحا في مدينة الأنعام في بريدة يعتبر أكبر مزاد للأغنام في مدينة بريدة اليوم 10/10/1442. الله يوفق كل من حضر لهذا السوق من أصحاب الحلال أو الدلالين أو المشترين.